السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الشباب بعد ده انا عايز اعمل سيلكت البعد العصري، بس وانا جاي اعمل الفيديو لقيت ان القائمة هنا مش موجودة. ببص بلاقيتها موجودة هنا، بص بقت صغيرة ازاي. تيجي تبص كده لقيت الأوامر لما تسأل عليها كتير بدل فيها سهم بيظهر لك قايمة كده يقول لك اختار، عايز بلوك، عايز شيب، عايز فيرجن وهكذا، الدايمنشن وهكذا. طيب انا عايز دلوقتي احل المشكلة ديت. لو انت جيت هنا في الورك سبيس وقلت له بريفرنس، هتلاقي هنا في التاسك نافيجيشن بيقول لك عايزها ان فيو ولا عايزها تول بوكس ولا عايزها دايلوج. تمام، اوكي، دايلوج هيجيبها لي بالشكل دوت اللي احنا كنا متعودين عليه. تمام، لو قلت له بقى لا ده انا مش عايزها كده، ده انا عايزها تول بوكس، اوكي، هيجيبها لك بالشكل دوت. طيب انت تختار بقى اي الشكل اللي انت مستريح له. انا مستريح الشكل اللي كان موجود في الاول، مسألة تعود. اقول له دلوقتي ايه، اوكي. طيب كده رجعنا للحاجة اللي احنا كنا متعودين عليها. لو انا جيت هنا وقلت له element select تقدر تعمل select. طيب عندنا select من خلال اول حاجة نقطة ان انا بعلم على العنصر بالشكل دوت. تمام، وفي عندي اختيار ان انا بعلم على عنصر واحد جديد. طيب ممكن اقول له اد، يعني لما اجي اعمل سيلكت على العنصر الثاني يجمعه مع العنصر الاولاني وهكذا. ده لو انا عايز اشيل عنصر فيهم. لما تيجي تقرب من واحد جديد يقول لك لا ماليش في الجديد، خلينا في القديم. في القديم يروح شايله من السيلكت. طيب في سيلكت ثاني ان انا هعمل مستطيل بالشكل دوت. تمام، خلينا نقول له هنا انا بعمل سيلكت من هنا لهنا. تمام، لو انا عملت سيلكت كده هيجيب لي بس اللي كله جوه سيلكت. طب لو عملتها بالعكس بقى من الناحيه دي للناحيه دي، هتلاقي المستطيل اللي اتعمل بقى متهشر، ومجرد تلمس الحاجه بس كده، تلمس بس انت تلمس يروح عامل عليها سيلكت. وهنا بيديك شكل حر شويه، تقدر تعمل سيلكت اهوت دي العصر اللي انت عايزها، وهنا شكل سيركل يعمل بيها سيلكت. هنا لاين، اي حاجه تلمس اللاين دوت اعمل لها سيلكت تحت. فدي بعض الاوامر اللي بتساعد في موضوع السيلكت. ممكن تنظم الشغل بتاعك بان انت تقول له انا عايز انظم الشغل بتاعي، اخلي فيه زي كنا بنسميها الليارات، هنا بنسميها ليفل. تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف ليفل جديد، فاجي هنا وهقول له انا عايز ليفل مانجر. ومن هنا هنبدأ نعمل بقى الليفلات. يعني هقول له مثلا انا عايز ليفل جديد، والليفل دوت هسميه مثلا واحد، وهختار اللير بتاعته، واختار الشكل بتاع الحجم بتاع اي حاجة ترسم عليه. تمام، طيب انا الافتراضي بقى في الشغل بتاعي هاجي هنا على دوت وهقول له سيت اكتف، خلي ده هو الافتراضي. دلوقتي بقى لما تيجي ترسم اي حاجة، وليكن مثلا عايز ترسم لاين، او ده اللاين الافتراضي بتاعك، هو اللاين خد اللون بتاعه من اللون دوت، وخد الشكل بتاعه اللي هو متقطع دوت، وخد السمك بتاعه من هنا.